وحدثنيه حرمل بن يحيى التجيبي قال أخبرنا ابن وهب عبد الله قال حدثني يونس، يونس الذي يروي عن يونس في هذه الطبقة هو الأيلي حا وحدثنا حسن الحلواني، حسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد صاحب المنتخب وصاحب التفسير، أما المنتخب فمطبوع موجود، وأما التفسير فمفقود، يعني يعزو إليه السيوطي في الدر المنثور وجماعة يعزون إلى كتابه، ولم نرى له منه أي جزء مطبوع، ولم يذكر أحد فيما نعلم أنه منه بعض المطبوعات. وسألنا عنه مرة في مكتبة بريطانيا وهي تكدس جميع المخطوطات من جميع العالم تبحث عنها فلم نجده، وعندهم حرص على المخطوطات، ورقة مثل هذه يجعلون لها درج زجاجي أي ورقة من أي مخطوطة ويطرحونها، فيأتي من يسأل عنها يجدها عندهم. عناية بالعلم يعني عبارة عن تراث ليس من أجل الدين، وأصغر رسالة تدفع فيها مبالغ حتى تصورها من عندهم، فقد صورنا رسالة لبعض الإخوان آنذاك من عندهم بما يعادل طبعها، ما يعادل طبعها قيمة طبعها لغلاء التصوير عندهم. فإذا قصدهم من ذلك أولا الاكتساب، ثانيا الادخار، الحرص على مثل هذه الأشياء، ثالثا أنه تراث دولي